كان هنالك رجل، هذا كان يعمل في محل بيع الأملاك، بيع شراء إجارة أحدها على كل حال. في يوم من الأيام يجي له واحد كأنه عراقي، فذاك الرجل اللي كان في سوريا يبدأ بالسخرية به باعتباره شيعيا. هذا الشيعي يقول له في الواقع جواب كل كلماتك موجودة في كتاب عندنا يقال له المراجعات، وأنا أجيب لك هذا الكتاب غدا مثلا. وما جاب الكتاب، عرض له عاره، ولكن هاي الكلمة ظلت في ذهنه، عدنا فد كتاب يقال له المراجعات، هذا في جواب على كل ما تقول. في يوم من الأيام يقول كنا قاعدين، هذا الرجل السوري، كنا قاعدين فصار حديث أن الروافض دا يطبعون كتاب المراجعات كذا يفعلون، فتلك الكلمة اجت في ذهنه، عدنا فد كتاب يقال له المراجعات. يقول قلت لذاك جيب الكتاب حتى أشوفه، كان جايل لذلك الطرف. قال لا كذا. قلت له انت خو ما تخاف علي، أريد أشوف شنو أكاذيبه. يقول أخذت الكتاب من أول الليل إلى الفجر، وعلمت في تلك الليلة أن الحق مع الشيعة، والآن اهتدى على يده هذا الرجل عشرات الأفراد.